السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم مرة أخرى بلحاب جامعة الإسراء ضمن دائرة التعليم الإلكتروني، والذي من خلال نعتمد على التعليم الإلكتروني، وذلك بسبب الجائحة التي تجتاح العالم بسبب فيروس كورونا. نتمنى لكم ولنا ولجميع العالم السلامة إن شاء الله. استمرارا في محاضراتنا في مادة البحث التمريضي، اليوم وصلنا إلى الشابتر رقم 8 أو موضوع اللي هو الكواليتيتيف ريسيرش. احنا حكينا المرة اللي فاتت إنه في عندنا كوانتيتيف ريسيرش وفي عندنا كواليتيتيف ريسيرش. وهو الكوانتيتيف ريسيرش هو المقصود به الأشياء الرقمية، إنه يكون في إحصاءات، في أرقام، في دالة إحصائية، في هايبوثيسس، في أشياء زي هاي. أما الكواليتيتيف ريسيرش والذي نقصد به إنه إحنا بنقول عن أشياء إنها أشياء محسوبة، وهنا أشياء بتقيس المشاعر، بتقيس المفاهيم، بتقيس الأحاسيس، وبالتالي في فرق. في إحنا بالكواليتيتيف ريسيرش الأمر مختلف عن الكوانتيتيتيف ريسيرش. شو تعريف الكواليتيتيف ريسيرش؟ الكواليتيتيف ريسيرش هو إنتر interpretive technique which seek to describe, decode, translate and otherwise come to term with meaning, not the frequency of certain more or less naturally occurring phenomena in the social world. هي تفسير او هي طريقة او هو تكنيك او هو وصف او ديكود، تمام، عشان احنا نوصف ظاهرة اجتماعية او قضية اجتماعية من خلال البحث العلمي، نحاول نظهرها ونشوف شو هي. الكواليتاتيف ريسيرش يختلف عن الكوانتيتاتيف. هناك كنا دائما نقول incidence و prevalence و احصائيات وكذا، هنا احنا الكواليتاتيف world image rather than number. هنا بنحكي عن معاني وعن كلمات وعن مفاهيم اكتر وعن صور اكتر ما بنحكي عن ارقام. يعني مش هنقول نسبة الإصابة بكذا، نسبة الإصابة بكذا، نسبة الشفاء كانت كذا. بنحكي عن أرقام، عن وورد، شعور بالقلق، شعور بالأمان، التوتر، أشياء زي هيك، تمام. natural occurring data observation rather than experiment. وإحنا في qualitative research غالبا بناخذ المعلومات من خلال الملاحظة. الباحث بيلاحظ، الباحث بيراقب الناس كيف تتصرف في موقف الحزن مثلا، الباحث بيراقب الناس كيف تتصرف لما تكون فرحانة، الباحث بيشوف وهكذا. لكن في الأبحاث الكوانتيتيف خاصة الأبحاث التجريبية، لا، هنا في أرقام، في أوزان للكالسيوم، قديش وزنه، قديش كذا، قديش بنضيف، قديش بنستنى وقت، قديش بيكون المعامل التأثير، معامل وهكذا. في أشياء كلها عبارة عن أرقام، هنا الأمر مختلف. meaning rather than behavior attempting to document the world from point of view people study. وهنا احنا بنركز على المعاني اكثر من السلوك، المعاني الانسانيه، المعاني الاجتماعيه وهكذا. طبعا qualitative research a rejection of natural science as a model. طبعا هو يرفض او يرفض natural science او علوم natural science. grounded theory rather than testing. وهنا بالكواليتيتيف ريسيرش احنا بننتج نظريات اكثر ما بنعملها تيستينج. يعني احنا مش نعمل هايبوثيسز ونفحصها بالكوانتيتيف، او بدنا نفحص النظريه هي فعاله ولا لا، او نشوف الدواء فعلا زي ما قالوا الناس النظريه انه بينزل مثلا الحراره او لا. لا، هنا احنا بنكون طريقة الشغل مختلفة. هنا احنا بيكون في انتاج لنظريات ومفاهيم جديدة. الكواليتاتيف ريسيرش ار كونسيرن اوبينيونز فيلينج اكسبيرينس. هنا احنا بنخلي الناس او تحكي عن ارائها، شو رأي الناس بالحجر الصحي مثلا، شو مشاعرهم خلالهم موجودين بالحجر الصحي، شو تجربتهم خلال هذه الفترة مثلا، تمام. احنا بنخلي الناس تحكي عن آرائها، عن شعورها، عن تجربتها، ان كانت تجربة سعيدة او حزينة.
Qualitative research describes social phenomena as they occur naturally. No attempt to make to manipulate the situation. Just understand and describe. Qualitative research understanding is taking holistic perspective approach rather than look the set of variables. طبعا احنا بالكواليتيف ريسيرش كنا دايما بنحكي عن فاريبل، بالكوانتيتيف بنحكي عن فاريبل زي مثلا ريسك فاكتور الدخان واللايف ستايل والاكسرسايز كل هذه الفاريبل، لكن هنا بناخذ الموضوع بشموليته. والكواليتيف ريسيرش دايما بتحكي عن مواضيع بشموليه اكثر ما بتحكي عن فاريبل. Qualitative research data is used to help us to develop concepts and theories that help to understand social world. وهنا بالqualitative research احنا بيكون في محاولة دائما لتطوير مفاهيم وإنتاج مفاهيم جديدة ونظريات جديدة أكثر ما احنا بنعمل testing وكذا. The qualitative research كيف بناخذ الداتا؟ عادة بناخذ الداتا من خلال إجراء مقابلات أو بالqualitative research collecting the data من خلال interview أو observation أكثر شيء. طبعا هذا time consuming. Qualitative research design research is the instrument of data collection. غالبا البحث بيكون أداة أساسية في data collection. Social skills such as building rapport, listening essential. ولازم الباحث يكون بيتميل بالسوشيال سكيلز، لازم يبدي يعرف يعمل عنده مهارة الاستماع ومهارة المحاورة عشان يطلع من الناس كل شيء هم بدهم يقولوا، عشان الناس تخليها يصير في بلدنج في ثقة ما بينهم، يقدر يحكوا كل شيء هم بشعروا فيه، كل شيء هم حاسينه. Selection of research respondent، الباحث هو بيختار الناس، ده لازم احكي عن الاخطاء الطبيه. انا ممكن اجيب الناس واقول شو رايكم بالاخطاء الطبيه وشو احاسيس، بقول انا اللي بختار الناس. طبعا بالتالي اجيب ناس عندهم مره بالتجربه عشان يحكوا لي. Access role ethical issue. Qualitative research not hypothesis testing, therefore more often not prejudging outcome. Qualitative research احنا ما فيش عندنا hypothesis نعملها testing، لانه احنا قلنا بيتم انتاج فرضيات وبيتم انتاج مفاهيم وبيتم انتاج نظريات جديده، وبالتالي ما احنا ما بنعملش فحص النظريه او الفرضيه في ال qualitative research. Qualitative research flexible design or flexible research design هو مرن flexible research question rather than hypothesis. يعني في qualitative research design نفسه مرن، واحنا هنا بيكون عندنا question rather than hypothesis. دائما احنا في عندنا اسئله بنسال participant اسئله كثير عشان نلاقي عن اجابات لهم. هذه في مقارنه صغيره ما بين الـ qualitative and quantitative approaches. تمام؟ الـ qualitative non-probability based sample non-generalizable، ما نقدرش نعملها تعميم، مفيش answer why or how، data rich and time consuming to analyze، بتاخذ وقت للتحليل لأنه أنت بدك تشوف كل واحد شو حكى وكذا، أمر صعب يعني. Sample size small، عادة العينات تكونش كبيرة، يعني العينة اللي احنا بنشرح عليها ما تكونش كبيرة. Researcher is the instrument، الباحث بيكون الأداة الأساسية في الـ data collection. في الـ quantitative typically probability based sample، العينة بتكون بناء على الاحتمالية أو ممكن تكون عشوائية.
النتائج ممكن نعملها جنرالايزابل، ممكن نعممها. يعني انا طلعت معي نتائج الانسيدنس للسكر، او ان طلعت معي الريسك فاكتور للهايبرتنشن، بالتالي انا بقدر اعممها اقول انه والله ان الهايبر الريسك فاكتور نفسها ممكن تكون خاصه للناس اللي في الاردن في المغرب العرب وهكذا. الاسئله دائما انسر تبعتنا هاو ماني، قديش انت كنت مثلا تمارس رياضه، قديش عدد ساعات الرياضه، قديش وين وين. في كمان في الكوانتيتيف بنعمل تيست للهايبوثيسز، الداتا ار مور افيشنت بات مي مس كونسيستوال ديتيل، سامبل سايز لارج، دائما السامبل سايز في الكوانتيتيف كبيره. طبعا بالداتا كولكشن فيريس والانسترومنت ممكن يكون جي بي اس تعمل توزع الاستبانات، ممكن الباحث، ممكن اي حد. limitation of qualitative research، في بعض القصور في موضوع ال qualitative research. marketing success and failure to failures are based on small difference in marketing mix. تمام، تسويق له مش كتير. the qualitative research does not distinguish these differences while the quantitative can. not representative of all the population، بتقدرش انت تعم، يعني عادة العينة بتكونش تمثل كل المجتمع، بتكون عينة صغيرة، وبالتالي بتقدرش انت تقول انها بتمثل المجتمع. ودائما بحتاج تشادي الى يعني تدريب اكثر وخبرة اكثر للكواليتيتيف ريسيرش. طب زي ايش احنا ممكن نقول والله qualitative research؟ زي ما نقول qualitative evaluation of the effectiveness of the palliative care services in the group meeting need to of the adult with cancer، يعني مرضى الكانسر نشوف شو رايهم بالباليتيف كير اللي هي الخدمات العلاجات التلطيفية. شو رايكم يا جماعة؟ هل بتاخذوا خدمة كويسة؟ هل انتوا راضيين عن الخدمة؟ هاي الخدمة شو تجربتكم بالألم؟ شو تجربة؟ انا بقدرش الشهادة، انا بحكي عن مشاعركم واحاسيسكم. او نقول perception of gender differences in science intelligence، بدي اشوف ال perception، شو التوجهات، شو ارائهم، شو اتجاهاتهم وافكار ال gender differences في science intelligence، مين اذكى مين اشطر وهكذا. the main method for collecting qualitative research or qualitative data are interview, focus group, observation. تمام؟ احنا عندنا ثلاث ادوات او ثلاث اشياء او ثلاث طرق رئيسيه لاخذ العينه او لجمع المعلومات في qualitative research، هي الانترفيو، الفوكس جروب، والobservation. تمام؟ أول حاجة نسميها in-depth interview usually conduct with relatively small number of subjects، نروح نعمل مقابلات مع عدد صغير من الناس، مش نعمل مقابلات مع عدد كبير، وعادة نحن بنقول من 8 إلى 12، ما بنكونش أكثر من هيك. تمام؟ interview guided by checklist of topic rather than formally question، بكون في عنا، بكون أنا يعني كداتا كوليكتور بكون عندي topic checklist، بخلص موضوع موضوع، مش أسئلة زي ما بكون مثلا بالاستبانة العادية بكون أسئلة متتالية. interview often tape record and verbatim transcript prepare، لازم يكون معك أداة تسجيل، لأنه أنت بتاخذ المقابلة مش هتلاحق تسجل كل شيء بحكيه، وبالتالي أنت بلزم يكون معك أداة تسجيل. وبعد ما تخلص المقابلة كل اللي حكى بك روح تفرغه تاني بعد ما تسمع التسجيل. can take half hour and be extended over several hour repeated interviews. عادة المقابلة مش لازم تكون أكثر من ساعة، لكن أنت ممكن تاخذ أو عدة مقابلات الانترفيو، يعني تعيد المقابلات. interview of limitation، شو القصور أو شو ضعف الانترفيو؟ time consuming and expensive. insufficient based on predictable، أول شيء قلنا time consuming and expensive، يعني لأنه بياخد وقت كبير في المقابلة وبدأ ترتيب للمقابلة وكذا، وعادة المقابلة مكلفة، ممكن تكون مدفوعة أجر، ممكن تكون في مكان ومستأجر المكان وهكذا.
insufficient، ممكن تكون مش جيدة، ممكن فيها تحيز. أنا بتكتب وأنت تكون عارف شو بيطلع معاك بالمقابلة. hard to pretest، بالعادة إحنا بالquantitative research، أنا مثلاً بعمل السبانة، ما بزرع السبانة، بعملها تست الأول، بشوف الناس يعرفوا شو يقول لها كذا، لكن أنا في المقابلة مش هقدر أعرف أعمل بريتست. ليش؟ لأنه مثلاً أنا بدي أعمل مقابلة مع المدراء العامون في الوزارة، مثلاً عندي 10 مدراء عامون بدي أعمل معهم مقابلة، وبالتالي أنا ما بدي أجيب حدا أسأله بنفس الأسئلة وكذا يكون عارف. difficult to standardize and reply replicate، صعب شوي تكون انت كمان تعمل نفس تسأل نفس الأسئلة وتضلك في نفس المقابلة بنفس المستوى، لأنه النقاش بيختلف من واحد لواحد، انت تسأل السؤال الأول بعدين النقاش يتشعب، وبالتالي انت ممكن حدا يكون غني بالإجابات تستفيد أكثر معه، وحدا تاني يكون إجاباته شحيحة وبالتالي ما يكونش في حيوية في المقابلة. difficult to analyze، كمان كتير صعب التحليل، لأنه أنت بعد تكتب كل التسجيل اللي حكيت تسمعه تقول أحمد كان جاوبته على السؤال هذا كذا، ومحمد قال كذا، وفلان وهكذا. we must advise strategies to minimize these problems and maximize gain from their ability to offer to greater understanding of the complexities of social reality. Type of interview، في عندنا structure، في semi structure، في unstructure. هذا كمان مقارنة ما بين المقابلات، في عندنا بكل أسئلة structure محددة، answer to same question، يعني اسمك عمرك سنك كذا. semi structure ممكن تكون فيها نوع من اللي مش كذا، وفي unstructure اللي غالبا تكون open ended question، مفتوحة الإجابة، يجاوب اللي هو بشوف. وطبعا كل واحد له advantage و disadvantage عنده شيء. الفوكس جروب سيميلر ان ديبث انترفيو ما كونتاكت وذ جروب، هي تقريبا فوكس جروب نفس المجموع الموضوع الانتر. الفوكس جروب هي تقريبا بتشبه الانترفيو العاديه، لكن هنا بتختلف انه بيكون بدل انا في الانترفيو العادي بكون جايب واحد وعمل معه مقابله، احنا هم بنجيب مجموعه تمام ونعمل معهم مقابله. Interaction between subject takes place with, was will as interaction between interview and subject. بده يكون في تفاعل ما بين الانترفيور والسبجكت، وهم ما بينهم كمان ممكن يصير تفاعل، يصير بعض المشاركات وكذا. طبعا كمان برضه بالفوكس جروب غالبا بتكون اكثر، بتكون هي عباره عن سمول جروب، بتكونش عدد كبير. احنا بنقول دائما بيكونوا لازم يكونوا يعني هم طبعا عددهم عادة بيكون من 5 ل 12 بارتيسيبنت بيكون في الفوكس جروب، ولازم يكون في عندنا راديو او فيديو او كذا نسجل عشان نفرغ تماما شو حكوا الناس. برضه نفس الفكره نفس الحاجه. The aim of focus group is to make your participant feeling perception and opinion. عادة الناس لما بتكون مع بعض في الفيديو يحكوا بصير في اريحيه في الحوار، وممكن يصيروا يعني عندهم مقابلين هم يصير الحديث وتروح الحواجز، وإذا في حدا كان خجلان، إذا في حد بيكون مش متشجع للكلام، بيكون حدا خايف، بيكون عنده شوية قلق وكذا، وبالتالي هذا بروح الحاجز خلال هذه المرحلة. أعتقد عندنا هنا كفاية، نكمل إن شاء الله في الفيديو لاحق بإذن الله تعالى.